يعني إلى الآن منذ 2003 وحتى قبل 2003، لم نشاهد أي نقيب ربما أنصف هذه الشريحة المغبونة، طلبة وخريجي كلية الإعلام للأسف. إلى اليوم يعني نقابة الصحفيين لا تمنح هوية النقابة إلى خريجي هذه الكلية إلا بعد وضع شروط تعجيزية، متوقع في النهاية أنه لن يحصل طالب كلية الإعلام أو خريج كلية الإعلام على الهوية. يعني هناك اختبارات عدة، هذه الاختبارات وإن تجاوزتها ربما ستصطدم بموضوع الواسطة، وأيضا دفع مبالغ مادية لسماسرة للأسف موجودين في نقابة الصحفيين. هؤلاء يمتهنون بيع الهويات، وأيضا إضافة إلى ذلك الهويات لها فئات، يعني مشترك أو مشارك أو عضو وإلى آخره، عامل وإلى آخره، هذه الدرجات الموجودة. هذه تمنح حسب المبالغ التي تدفع لشراء هذه الهويات، عضوية النقابة. اليوم خريجي كليات الإعلام يعانون من هذه المشكلة، الانتساب إلى نقابة الصحفيين العراقيين. نقابة الصحفيين العراقيين نعتقد نحن خريجي كليات الإعلام، خريجو كليات الإعلام، بأنه يجب أن تكون حصرا لخريجي كليات الإعلام لكلياتنا، لأنهم حالهم حال نقابة المعلمين، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين. من غير المعقول أن يأتي أو أنا خريج كلية الإعلام أذهب إلى نقابة الأطباء وأطلب منهم العضوية أو أحصل على الهوية أو الامتيازات الأخرى من خلال دفع مبلغ معين. وأيضا هو يعني أعتقد بأنه يعاب على الشخص الذي يقبل هوية النقابة هو غير متخرج من هذه الكلية، ربما حتى لو كان صحفي. هناك يعني اتحادات للصحفيين أو للإعلاميين أخرى غير نقابة الصحفيين. صحيح. يجب أن تكون نقابة الصحفيين يعني أخذ دورها الحقيقي في تغيير مسار هذه الانحرافات للأسف. طيب. في الوسط الإعلامي.